التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية لآخر تطورات العدوان على قطاع غزة بما يحدث ميدانيا وبالتداعيات الإنسانية وأيضا بردود الفعل على المستوى الدولي يصحبه، إضافة إلى قطاع غزة ما يحدث من آخر تطورات في الضفة الغربية وأيضا في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونبدأ آخر هذه التطورات، حيث أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له أن مجلس الحرب وجه عقب اجتماعه الطارئ فريق التفاوض باستئناف المفاوضات من أجل عودة المحتجزين من قطاع غزة. أفادت مراسلتنا بأن أغلبية مطلقة في مجلس الحرب تدعم قرار استئناف المفاوضات، فيما كشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن توترات بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء بيني جانس وجادي أيزنكوت ويؤاف جالانت وبعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي. هذا واستشهد 16 فلسطينيا بينهم عشرات أطفال بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة. جاء هذا بعدما أفادت وسائل أعلام فلسطينية باستشهاد حوالي عشرات مواطنين وإصابة أكثر من 30 آخرين باستهداف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة. أوضحت وسائل الإعلام أن جيش الاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين بالقرب من محطة وقود دلول بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وكان مراسل القاهرة الإخبارية قد أفاد بسقوط شهيدين والعديد من الجرحى بقصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي المدينة نفسها. كما أفادت وسائل أعلام فلسطينية باستشهاد 8 مواطنين من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسقط 4 شهداء وعدة مصابين جراء استهداف الاحتلال نازحين خلال خروجهم من مركز إيواء بمخيم جباليا شمالي القطاع. وأيضا في جباليا أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطينية انتشال جثث 6 شهداء من الفالوجة إثر قصف إسرائيلي أسقط كذلك 6 مصابين. واستهدفت قوات الاحتلال بقصف من الزوارق الحربية عددا من المواطنين شمال غربي خان يونس جنوبي القطاع. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مدينة رفح الفلسطينية بكثافة فيما يبدو تمهيد لتوغل أعمق. وأضاف مراسلنا أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز بمحيط بوابة صلاح الدين في شرق مدينة رفح الفلسطينية. لا تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الأبرياء خصوصا النساء والأطفال في قطاع غزة. لا تزال جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة تتكرر منذ بداية العدوان على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. لا يتوانى جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر الواحدة تلو الأخرى في عدوانه الغاشم على قطاع غزة، فلا يمر يوم إلا وتسقط نيران الاحتلال عشرات الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء، إما باستهداف المنازل وهدمها على ساكنيها، وإما برصد أي تجمعات للمدنيين ثم قصفها. في شمال القطاع إلى جنوبه تضرب طائرات الاحتلال ومدافعه الفلسطينيين، مثل استهداف منزل في جباليا البلد شمالي القطاع، وقصف منطقة الفالوجة صاروخيا في هجوم أخرجت بعده عناصر الدفاع المدني 6 جثث لشهداء جراء العدوان. وحتى النازحون تغدر بهم قوات الاحتلال في أثناء تحركهم فتقتلهم وهم يحاولون الحصول على ما يسد رمقهم ويروي عطشهم ويداوي جراحهم. وقبل كل ذلك البحث عن مأوى آمن، مثل ما حدث في استهداف النازحين من مراكز إيواء في مخيم جباليا وفي واقعة أخرى سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف طائرات الاحتلال مواطنين كانوا يتجمعون قرب محطة للوقود بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
وسط القطاع. وقائع لا تختلف عما حدث منذ نحو شهرين حين استشهد أكثر من 20 فلسطينيا نازحا كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة، عندما فتحت دبابات وجنود جيش الاحتلال النيران تجاه حشد من الجوعى في نقطة لا تشكل خطورة على القوات الإسرائيلية. وحتى الآن لا رادع لمذابح إسرائيل في غزة، حيث باتت أعداد الضحايا تحصى بعشرات الآلاف غالبيتهم من النساء والأطفال. قالت فصائل فلسطينية أنها تمكنت من قنص 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون شمالي القطاع. وأعلنت الفصائل استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع. وأضافت أيضا أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في حي البرازيل جنوب شرقي مدينة رفح الفلسطينية. من جانبها أفاد إعلام إسرائيلي بمقتل ضابط ومجندين اثنين خلال معارك شمالية قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أرحب بك يوسف، أبدأ معك من التطورات الميدانية وما يحدث من مواجهة ما بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الإسرائيلي. بداية، هل نعود للتمركز اليوم؟ يركز الاحتلال على مناطق بعينها وتحديدا في مدينة غزة، أم عاد ليشمل قطاع غزة برمته في هذه الاستهدافات وهذا العدوان؟ نعم أمل، إذا ما تحدثنا عن التوزيع الجغرافي للعدوان الإسرائيلي والمجازر التي اقترفت، فلكل المحافظات نصيب من هذه المجازر. ربما معظم الشهداء منذ منتصف الليلة الماضية حتى هذه اللحظة كانوا من محافظة غزة جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدفت منازل واستهدفت كذلك مراكز إيواء في منطقة حي الدرج. عائلة شابط استشهد منهم 16 فلسطينيا جراء غارة استهدفت منزلهم في منطقة حي الدرج، بالإضافة إلى استشهاد 10 أطفال في منطقة مدرسة الزهرة جراء غارة أخرى استهدفت مركزا ومسجدا كان قد آوى إليه الناس جراء استمرار العملية البرية في المنطقة الشمالية من قطاع غزة. المحافظة الوسطى هي الأخرى كانت شاهدة على جريمة أخرى اقترفت هذه المرة في المخيم الجديد من مخيم النصيرات، واستشهد على إثر ذلك 8 بعضهم من الأطفال، إضافة إلى الغارة التي استهدفت منزل عائلة الشاعر في الجزء الغربي من مدينة رفح جنوب القطاع. أما فيما يتعلق بالميدان ومحاور القتال ما بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية، فمحورين أساسيين هذا الصباح في المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتحديدا منطقة بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا. المخيم الذي دمر الاحتلال الإسرائيلي فيه مئات المنازل وسواها في الأرض، لا زال الجيش يقوم بعمليات نسف لمربعات سكنية خاصة في منطقة شارع العجارمة. والقصف أيضا والتمركز الإسرائيلي وصل إلى أقصى المناطق الغربية من مخيم جباليا وكذلك المنطقة الشمالية بعد عملية بدأها الاحتلال من المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من المخيم في الساعات الـ24 الأخيرة. أيضا أجبر الاحتلال نعم يوسف، أريد بس فقط أن أقف عند هذه النقطة، تقول أنه وصل إلى أقصى غرب شمالي جباليا أو شمالي قطاع غزة، هذه النقاط لم يصلها في السابق عندما كان يحاول الاجتياح وعمليات الهدم الممنهج في شمالي غزة؟ أنا أشرت إلى أنه إلى الغرب من مخيم جباليا، أما أقصى الشمال الغربي لمدينة غزة وشمالها هي منطقة السودانية ومنطقة العطاطرة، وهذه مناطق تعرضت للاجتياح في المرات السابقة. الاحتلال الذي يتواجد الآن في منطقة الفلوجة في منطقة جباليا كان قد وصلها حينما شن عمليته البرية على المحافظة الشمالية، لكن الجديد أن الاحتلال لم يكن في السابق قد دخل إلى زقاق مخيم جباليا. هذه المرة
سوى العديد من المنازل بالأرض وتمكن من الدخول إلى عمق المخيم ونسف أيضا مؤسسات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونوروا كان قد نزح إليها الفلسطينيون منذ بدء الحرب. وهنا أتحدث عن مدارس وسط مخيم جباليا. التوغل الآن وصل إلى الأطراف الغربية والشمالية من المخيم باتجاه بلدة بيت لاهي التي أجبر أيضا الاحتلال فيها السكان هناك على النزوح نحو المناطق الغربية من مدينة غزة. الاحتلال أفرغ مشفى العودة الذي حاصره لخمسة أيام واستهدف طابقه الخامس بالقذائف المدفعية. هو الآن أصبح مشفى مخلى من الكوادر الطبية ومن المرضى، وقام الاحتلال بإجراء تحقيق ميداني مع بعض الكوادر الطبية واعتقال آخرين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. أما المحور الثاني ما زال محور مدينة رفح، حيث تتواصل العملية البرية وتتعمق أكثر باتجاه المناطق الغربية. الاحتلال الآن يتمركز عند الأطراف الشرقية لمخيم يبنى وسط مدينة رفح بعدما تجاوز حي البرازيل خلال الساعات الأخيرة، لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تشن غاراتها على وسط مدينة رفح، إضافة إلى أن دائرة ونطاق القصف المدفعي يتسع في كل ساعة بمدينة رفح. في فجر هذا اليوم وصلت عدة قذائف في محيط المشفى الكويتي. هناك نفي من إدارة المشفى أنها قامت بإخلاء المشفى الكويتي، لكنها أكدت أنها قامت بإخلاء بعض الكوادر الطبية وأبقت عدداً في داخل هذه المشفى. كذلك قامت إدارة مشفى الكويتي بنقل بعض المعدات للاستفادة منها في المشفى الميداني الذي أقيم إلى الغرب من مدينة خان يونس تحسباً لوصول آليات الاحتلال لهذه المنطقة، لأن التصريحات الإسرائيلية مجتمعة تشير إلى نوايا إسرائيلية للوصول إلى منطقة الشابورة وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً سكانياً في مدينة رفح، وهي المنطقة التي طلب من أهلها النزوح باتجاه المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. والوصول إلى منطقة الشابورة إذا ما تحقق في الأيام القادمة يعني أيضا خروج المشفى الكويتي عن الخدمة، وبذلك تكون المنظومة الصحية بمدينة رفح كلها قد تعطلت بفعل إخلاء مشفى أبو يوسف النجار قبل أيام. لكن حتى هذه اللحظة الآليات الإسرائيلية ما زالت تحاول التمركز والتعمق أكثر باتجاه المنطقة الغربية من محور فيلادلفيا، بعدما بات الاحتلال الآن بآلياته يسيطر تقريبا على ثلثي الحدود الفاصلة ما بين الأراضي الفلسطينية ومصر، لكن التمركز وإقامة السواتر الترابية في المنطقة الشرقية ليبنى. السيطرة ناريا الآن على وسط مدينة رفح وتحديدا الشارع الواصل من بوابة صلاح الدين إلى دوار وميدان العودة والنجمة. هذه المناطق لم يعد بإمكان أحد التحرك فيها لأن الآليات الإسرائيلية والقناصة يستهدفون كل من يصل إلى هذه المنطقة، وحتى أيضا منطقة ما تعرف بمفترق كير في منطقة رفح أضحى التحرك فيها خطير وخطير جدا، وطائرات الاستطلاع تستهدف أيضا المواطنين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم، كما تقوم طائرات كواد كابتر بإطلاق النار على كل من يتحرك في هذه المنطقة. طيب. على اعتبار أنك أشرت إلى المحورين اللذين يتم فيهما الاجتياح وأيضا التمهيد بالقصف من قبل المحتل الإسرائيلي، وهما في شمالي غزة كما في جنوبها، مع الأسف مع الاستمرار في كافة المناطق بمجمل قطاع غزة. أعود لي الشمال ولي الجنوب، عندما تتحدث أن هنالك تقدم في جباليا وهنالك تقدم في رفح الفلسطينية وصولا إلى التركيز على غربي هاتين المنطقتين، هل اليوم المحتل الإسرائيلي بآلياته قادر على التثبيت عندما يدخل من شرقي هذه المناطق وصولا إلى وسطها والتركيز على غربها يوسف، اليوم قادر على أن يثبت أم أن هنالك مقاومة على الأقل في الشمال وغير قادر على تثبيت وجوده أو اجتياحه؟ المقاومة في قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها هي مقاومة تمتلك بعض الأدوات والأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للدروع وكذلك التحصينات الإسرائيلية، لكنها تبقى أدوات متواضعة مقارنة بآليات إسرائيلية تدخل بالعشرات إلى عمق المدن. اليوم نتحدث عن 5 ألوية
تعمل فقط في مدينة رفح وثلاثة ألوية في شمال القطاع، إضافة إلى لواءين يؤمنان ما بات يعرف بمحور نتساريم والرصيف البحري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي. الاحتلال حينما يصل إلى المنطقة الشرقية من منطقة يبنى هو لا يدخل فجأة بهذه الآليات، وإنما هناك تمهيد ناري كثيف جرى في غضون الأيام الأخيرة. حينما كنا أيضا نشير إلى التمركز الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من حي البرازيل، هذه الآليات كانت أيضا تستهدف بالقذائف المدفعية وبشكل كثيف وعشوائي منازل المواطنين. ما يتقدم قبل هذه الآليات أيضا وبعد التمهيد الناري دبابات تعرف بدبابات الدي 9 تقوم بتجريف الأحياء السكنية، وغالبا هذا ربما من يتابع الميدان في قطاع غزة يدركه جيدا، أن الآليات الإسرائيلية لا تعبر عبر الطرق الرئيسة في هذه الأحياء، وإنما تقوم الجرافات بتدمير المباني ومن ثم التمهيد وخلق طرق جديدة لهذه الآليات، وبعد الوصول تقوم بإنشاء سواتر ترابية تتمركز في داخلها الدبابات الإسرائيلية في ظل تغطية من سلاح الجو الإسرائيلي بكل أنواعه، يشارك الطيران المروحي ويطلق النار أيضا، تشارك طائرات الاستطلاع وتستهدف هي الأخرى من يتحرك، إضافة إلى طائرات الكواد كابتر التي تطلق النار باتجاه المواطنين. لذلك نعم يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يتمركز في عمق المدن، وهذا جرى في مدينة خان يونس التي توغل فيها من أقصى الشرق وصولا إلى منطقة ميناء خان يونس، ونفذ الجيش هناك عملية واعتقل وقتل في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، لكن هي قدرة نارية قوة غاشمة يستطيع من خلالها الاحتلال أن يتمركز، لكن هل يستطيع أن يضمن توفير الأمن لجنوده؟ هذا هو التحدي الأبرز أمام الجيش. لذلك كان السجال الدائر دائما ما بين المؤسستين الأمنية والسياسية فيما يتعلق بتحقيق مكاسب سياسية بناء على المنجزات العملياتية التي يحققها الجيش. في منطقة بلدة بيت حنون لم يتبقى تقريبا بيت يصلح للسكن، لكن ما زالت المقاومة الفلسطينية تناور هناك. بالأمس بثت المقاومة تسجيلا مصورا لعملية قنص محكمة لثلاثة جنود، واعترف الاحتلال بمقتل ثلاثة من جنوده في المنطقة الشمالية لقطاع غزة. نعم هو تمركز الآن في المنطقة الشرقية من مخيم يبنى، لكن ما بثته المقاومة بالأمس معظم مشاهد استهداف الآليات الإسرائيلية وحتى الجرافات هي في منطقة البرازيل التي اجتازتها الآليات الإسرائيلية وصولا إلى منطقة يبنى. المقاومة الآن واضح أنها تتعاطى مع الميدان، تغير من تكتيكات المواجهة بنظرية أضرب وهرب كما يقول المقاومون في الميدان. شكرا على كل هذه المعلومات يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، حدثتنا من خان يونس. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري بجنوب قطاع غزة لليوم 17 على التوالي وسط تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات لقطاع غزة، إضافة إلى عرقلة سفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج خارج القطاع المحاصر. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي أف جالانت ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن أكد على ضرورة إيجاد آلية فاعلة للفصل بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة. وقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن العمليات الأمريكية أن العمليات الإسرائيلية قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني صعبت مهمة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وأشار بلينكن إلى رصد انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على أيدي أشخاص ووحدات في الجيش الإسرائيلي. وأضاف أيضا أن الولايات المتحدة تريد أن ترى إصلاحات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في أقرب وقت ممكن قبل أن تستأنف تمويلها. مع تشديد الاحتلال الإسرائيلي قبضة الحصار على سكان غزة منذ بدء عملياته العسكرية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، يبقى الحديث عن مصير تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشروعاً بل ضرورياً
واقع دفع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل للتصريح بأن القتال الدائر بالقرب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح يصعب مهمة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وبأنه بات على الأطراف الفاعلة البحث عن سبيل لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع بحيث يمكنها المرور بأمان. تصريحات بلينكن جاءت رغم إشارة واشنطن أكثر من مرة إلى ما يمكن أن يقدمه الرصيف البحري الذي أقامته الولايات المتحدة على ساحل غزة لتأمين ممر دولي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جواً على القطاع. ومن ثم يؤكد ما قاله بلينكن الدور الذي يلعبه معبر رفح كشريان للحياة في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وهو الشريان الذي بات مسدوداً بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية التي تنظم عمل مثل هذه المناطق وقت الحروب. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، شكل معبر رفح البري بترتيبات مصرية النقطة الرئيسية التي تدخل منها المواد الإغاثية إلى قطاع غزة برًا، بعدما كان مقصوراً على دخول وخروج الفلسطينيين من وإلى الجانب المصري. وهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها قوات الاحتلال هذا المعبر من الجانب الفلسطيني منذ عام 2005، بينما يستمر اصطفاف الشاحنات على الجانب المصري بما تحمله من المساعدات الإنسانية الآتية من مصر ومختلف دول العالم على أمل منح قبلة حياة جديدة للفلسطينيين. حرصت مصر منذ اليوم الأول من العدوان على قطاع غزة على فتح معبر رفح أمام عبور الأفراد والمساعدات الإنسانية للقطاع، ولم تغلقه يوماً واحداً. وقد وافقت مصر على آلية دخول المساعدات الإنسانية لغزة مع الأطراف المعنية، إلا أن احتلال إسرائيل لمعبر رفح من جانبه الفلسطيني وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية أسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في داخل القطاع. المزيد في هذا العرض والزميل أحمد عيد. منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كانت مصر قبلة العالم ووجهته في تقديم واستقبال وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، حيث استقبلت عبر مطار العريش فقط المئات والمئات من الطائرات التي كانت تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين، والتي كانت إسرائيل تحاصرهم في قطاع غزة وتفرض عليهم عقابا جماعيا. ولأن القضية الفلسطينية هي أم القضايا بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، فقد رفضت مصر منذ بدء العدوان خروج مزدوجي الجنسية وحاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة قبل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وقد نجحت مصر بالفعل في فرض إرادتها أمام العالم ومن قبله إسرائيل، وأدخلت شاحنات المساعدات الإنسانية لإغاثة سكان قطاع غزة المحاصرين عبر معبر رفح. ولأن إسرائيل لا تعرف سوى لغة الكذب والافتراء، فقد روج مسؤولوها ووسائل إعلامها على مدار الأيام الماضية بأن مصر هي من تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن حقيقة الأمر الذي لم توضحه إسرائيل أن احتلالها لمعبر رفح من جانبه الفلسطيني وإغلاقه هو السبب الرئيسي في عدم إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث ما زالت تتكدس المئات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تنتظر دخولها من الجانب المصري إلى القطاع المحاصر. وفي المقابل تشير الإحصاءات والتقديرات إلى أن مصر تحملت مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول في أزمة غزة، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية أكثر من 85% من إجمالي المساعدات العالمية التي دخلت إلى القطاع، وهو دليل واضح على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر وارتباطها بالشعب المصري. ولأن مصر هي أكثر دول العالم شعوراً بحجم المأساة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح التي تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية
أكثر من 20,000 شاحنة منذ بدء العدوان، وهو الرقم الذي لم يكن يتم سوى بوجود إرادة مصرية حقيقية لإغاثة سكان غزة. إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة هو ليس الشيء الوحيد التي قامت به مصر للوقوف إلى جوار سكان القطاع، فقد استقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 4,000 مريض ومصاب فلسطيني قدموا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، في الوقت الذي رفضت فيه العديد من الدول استقبال المصابين الفلسطينيين من أجل العلاج لديها. منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة كانت مصر مستيقظة للهدف الحقيقي لإسرائيل في حربها المستعرة ضد الفلسطينيين، وهو تفريغ القطاع من سكانه وتهجيرهم إلى مصر من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما رفضته مصر وحذرت من تنفيذه وأكدت أنه لن يكون على حسابها، وقطعا ليس على حساب القضية الفلسطينية نفسها. أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة أن مصر شريك لا غنى عنه في جهود الولايات المتحدة من أجل منطقة أكثر استقراراً. وبشأن الأوضاع في غزة أضافت السفيرة الأمريكية أن مساهمات مصر في الأمن والاستقرار الإقليميين غير عادية، معربة عن تطلع واشنطن إلى استمرار الشراكة مع القاهرة بشأن القضايا الإقليمية. وشددت أيضا على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط غير ممكن بدون الشراكة التي تجمع الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين. صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان بأن المقال الذي نشره موقع CNN الأمريكي هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق. وأكد ضياء رشوان أن مصر ترفض بصورة قاطعة هذه الادعاءات. قاطع هذا المنشور من CNN هو أمر يخالف كل ليس فقط الحقائق ولكن أيضا القواعد المهنية. وكالعادة تحركت الهيئة العامة للاستعلامات فوريا، تواصلت مع إدارة موقع CNN خارج مصر، وتم إرسال رد عليهم. هذا الرد يتضمن كل ما أشرتم إليه أو معظم ما أشرتم إليه في التصريحات التي صدرت منذ قليل. وقام الموقع في خلال وقت قصير للغاية بنشر بعض الملاحظات التي تضمنها الرد المصري، وكنا في هذا الرد أيضا قد أكدنا على أن أو تحدينا حتى CNN بأن تنشر هذه الأكاذيب حتى التي نشرتها حول موقف مصر في المفاوضات، أن تنسب هذه الوقائع إلى مصادر غير مجهلة. هذا وأبدى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها ولا تزال على مدار الأشهر الماضية. وأكد رشوان أن جهود مصر تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالقطاع، وذلك لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا وتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع. تضمن الرد أيضا بأن هذا ما ينشر بهذه الطريقة هو أمر مصر ترفضه رفضا تاما، وأن هذا النوع من النشر وهذه الادعاءات تشوه دور مصر الرئيس والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو 8 أشهر. وأيضا في هذا الرد أبدينا وأبدى استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها ولا تزال على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع، لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في غزة. هذا وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل جاءت بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور. وقال أيضا رشوان أن ذلك جاء نتيجة إدراك هذه الأطراف مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات. مصر أولا لم تشارك في هذه المفاوضات من موقف المحايد. مصر وسيط منحاز إلى الحقوق القانونية الدولية المشروعة للشعب الفلسطيني، هذا أولا.
الأمر الثاني أن مشاركة مصر أتت بعد مطالبات وإلحاح متكررة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للقيام بهذا الدور نتيجة إدراكهم لمدى الخبرة والحلفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، وخاصة أن مصر لها تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس. وفي ذات السياق أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تمسك مصر بضرورة وجود عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح للموافقة على قيام مصر بتشغيله من جانبها. وأكد ضياء رشوان عدم شرعية وجود الاحتلال الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني من المعبر. تمسك مصر معلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح المحتل حالياً بالجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك كشرط لقيام مصر بتشغيل المعبر من جانبها، وأنها بغير هذا لن تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني من المعبر. تظاهر عشرات الإسرائيليين من أهالي المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين. وطالب أهالي المحتجزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب بسرعة التوصل إلى صفقة من أجل الإفراج عن ذويهم المحتجزين منذ 7 أكتوبر الماضي. هذا وتظاهر العشرات من الإسرائيليين أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة للمطالبة بسرعة التوصل إلى مقترح لتبادل الأسرى والمحتجزين. رفع المتظاهرون لافتات تطالب نتنياهو وحكومة الاحتلال بسرعة التوصل إلى صفقة، وذلك من أجل الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أطلق العديد من السياسيين والمسؤولين الإسرائيليين تصريحات تعكس حجم الكراهية للشعب الفلسطيني، حيث تم وصفهم بالحيوانات البشرية تارة، كما طالبوا بإلقاء قنبلة نووية على القطاع تارة أخرى. مزيد من التفاصيل عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تطرفا في سياق هذا العرض والزميل محمد عبيد. يستحقون قنبلة ذرية، إنهم حيوانات بشرية، الفلسطينيون فكرة مصطنعة، إذ لم تقتلهم جميعا سيقتلونك. هذه مشاهدين أمثلة بسيطة من مجموعة تصريحات تعد الأكثر تطرفا على المستوى الدولي، لكنها صدرت عن مسؤولين وسياسيين إسرائيليين منذ بدء العدوان على قطاع غزة، فمرت مرور الكرام تصريحات تكشف عن حجم كراهية فاضحة تجاه الشعب الفلسطيني، بل وعن مخططات خبيثة يريد بها الاحتلال تنفيذ نكبة جديدة في حق شعب سلبت منه أرضه وحقوقه منذ أكثر من 75 عاما. في مهد الحرب على غزة وبعد ساعات من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أوامره بفرض حصار كامل على غزة، حيث لا ماء لا كهرباء ولا طعام، قائلا إننا نقاتل حيوانات بشرية وسنتصرف وفق ذلك. في الأسبوع الثالث من العدوان على غزة خرج إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي بتصريحات دعا فيها مصر إلى فتح معبر رفح وإدخال سكان غزة إلى سيناء وإبقائهم هناك لأطول فترة ممكنة. وبالتزامن مع تلك التصريحات كشفت صحيفة كالكاليتس الاقتصادية الإسرائيلية عن وثيقة قالت إنها سرية تكشف عن مخطط إسرائيلي برعاية وزيرة المخابرات يرسم مسارا لتهجير سكان غزة إلى عدة مناطق من بينها سيناء المصرية.
إتمار بن كفير وزير الأمن الداخلي المعروف بوجه إسرائيل المتطرف والذي بنى شعبيته على كراهية العرب والدعوة لطرد الفلسطينيين من وطنهم، تصدرت تصريحاته مواقف حكومة بنيامين نتنياهو خلال الحرب على غزة، فتفنن في التعبير عن رفضه لكل ما هو فلسطيني، فتارة يدعو لإعدام جميع الأسرى الفلسطينيين بسبب اكتظاظ السجون، وتارة أخرى يطالب ببناء مستوطنات في غزة وتعزيز المجتمع اليهودي بها كي تكون مدينة بلا فلسطينيين. أحدث فصول خطابات بن كفير التحريضية جاءت في تصريحات أدلى بها لصحيفة كيكار هاشبات، ودعا فيها إلى تشجيع الفلسطينيين على الهجرة طوعية من قطاع غزة وتحفيز الإسرائيليين على الاستيطان في الأراضي المحتلة، مؤكدا أنه هو نفسه على استعداد للانتقال إلى غزة عندما تسيطر إسرائيل على القطاع بأكمله بعد انتهاء الحرب. بن كفير لم يخفي أيضا رغبته في الذهاب إلى رفح الفلسطينية لخوض الحرب بنفسه هناك. أما بتسليل سموتريتش وزير المالية اليميني المتشدد المنتمي إلى حزب الصهيونية الدينية، فلا تخلو تصريحاته من لهجة تحريضية، فهو الذي قال في اجتماع لحزبه إن إسرائيل يجب أن تحتل قطاع غزة وتجدد الاستيطان اليهودي وتشجع الفلسطينيين على الهجرة من الضفة والقدس وغزة. سموتريتش الذي يعيش في مستوطنة كيدوميم المقامة على أراضي نابلس بالضفة الغربية يرى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحييد القنبلة الموقوتة التي تهدد جميع مواطني إسرائيل على حد وصفه. سموتريتش لم يتوانى كذلك على مدار أشهر الحرب عن نشر الأكاذيب وإلقاء اللائمة على أطراف إقليمية، ففي الشهر الخامس للحرب قال إن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عن هجوم 7 أكتوبر، زاعما أن إمدادات حركة حماس من الذخيرة تمر عبر الحدود المصرية، الأمر الذي ردت عليه الخارجية المصرية حينها قائلة إنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية ولا تكسف إلا عن نهم للقتل والتدمير وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة. إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة، كان هذا هو الخيار الذي ذهب إليه وزير التراث الإسرائيلي بسبب عدم رضائه عن أداء الجيش الإسرائيلي في الحرب الدائرة على غزة، فرأى أن الاحتمال الممكن تنفيذه هو إلقاء قنبلة للتخلص من تلك البقعة التي تهدد إسرائيل على حد قوله. إذن حرب شرسة تشنها إسرائيل على قطاع غزة ليست فقط بالمدافع والصواريخ والقنابل، بل واكبها حرب أخرى بالأكاذيب والإدعاءات والتحريض في محاولات لاستعادة صورة النكبة الأولى عبر سياسات التهجير والاعتقال والاستيلاء على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بل وحتى على حقه في الحياة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الجمهوريين في مجلس النواب بصدد سن مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قراراتها ضد إسرائيل. ذكر أكسيوس أن الديمقراطيين في مجلس النواب مترددون في التصويت لصالح المقترح الجمهوري بفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وذلك خوفا من أن يفهم ذلك على أنه تقارب مع الجمهوريين. من جانبه قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن كل الخيارات مفتوحة أمام الرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ولم تتخذ واشنطن قرارها بعد. يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب كل أشكال الانتهاكات في عدوانه على قطاع غزة. تستهدف نيران قوات الاحتلال كل صور الحياة في غزة ما دامت تمنح الفلسطينيين فرصة للعيش بأمان. استهداف كل ما من شأنه أن يساهم في البقاء على قيد الحياة، استراتيجية وحشية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، بداية من استهداف المستشفيات والبنية التحتية الحيوية للمرافق الهامة،
وصولا لحصار شامل يمنع عن السكان كافة مقومات الحياة الأساسية، مرورا بقصف كل يد تقدم المساعدة. هكذا يشاهد العالم انتهاكات الحقوق الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بحق شعب أعزل كل ذنبه أنه يعيش داخل غزة. في أحدث مشاهد استهداف الاحتلال لمقومات الحياة الأساسية هي الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الصيادين في رفح الفلسطينية الذين يستيقظون في كل صباح إن حالفهم الحظ في ذلك ليجازفون بأرواحهم للبحث عن طعام في تلك المياه الخطيرة. الاحتلال لم يتوقف عند استهداف المدنيين في قلب البحر، بل أيضاً القوارب على الشواطئ لمنعهم من الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية وهي الطعام، بين عدوان غاشم وحصار شامل يجد سكان غزة أنفسهم مشتتين في دوامة من الجرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية. تواصل الولايات المتحدة محاولاتها المعرقلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضة أي خطوات دولية للاعتراف بكونها دولة مستقلة. تكرر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على ضرورة التوصل إلى قرار حل الدولتين عبر المفاوضات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يراه مراقبون محاولة بائسة من واشنطن لإطالة أمد الصراع ومنح مزيد من الوقت لإسرائيل من أجل توسيع مخططاتها الاستيطانية. المزيد في سياق هذا العرض مع أحمد عيد. منذ القذيفة الأولى التي أطلقتها تل أبيب في سماء غزة في 7 أكتوبر الماضي، الموقف الأمريكي واحد لم يتغير، إذ تنحاز واشنطن إلى تل أبيب لما وصفته بحقها في الدفاع عن نفسها، مطوعة في سبيل ذلك تحقيق سبل الادعاءات المتاحة كافة وعلى رأسها الفيتو الأمريكي، ليس فقط لحماية دولة الاحتلال من أي ملاحقة أو حتى إدانة، بل أيضا لمنع أي اعتراف بالحق الفلسطيني. الموقف الأمريكي منذ بداية الأزمة في قطاع غزة كان واضحا، إذ رفضت الإدارة الأمريكية جميع المحاولات للاعتراف بدولة فلسطين سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى عبر النوافذ المغلقة، مبررة ذلك بكون القضية ما زالت تحتاج إلى خطوات وترتيبات أخرى، لعل أبرزها بحسب واشنطن هو القضاء الكلي على حركة حماس. وباستعراض الموقف الأمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي، ستجد تصريحات إدارة الرئيس جو بايدن جميعها تتجه نحو ضرورة أن يتم الاعتراف بفلسطين عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو الأمر الذي يصعب التوصل إليه في ظل الصراع الحالي. واشنطن بررت منذ اليوم الأول للحرب على غزة عدم موافقتها على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة دون موافقة إسرائيل، بأن ذلك يجب أن يحدث من خلال المفاوضات الدبلوماسية وليس من خلال فرض سياسات الأمر الواقع، وهو ما جاء صراحة على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجموعة 7 في كابري الإيطالية. بلينكن أكد أنه بموجب القوانين الأمريكية فإن أي اعتراف من قبل الأمم المتحدة بعضوية كاملة لفلسطين يعني قطع كل إمدادات بلاده لمؤسسات الأمم المتحدة، وهذا سيضر بحسب رأيه حتى بالفلسطينيين، ما يعني تهديدا ضمنيا بقطع المساعدات في حال منح أو منحت فلسطين العضوية الكاملة أو الاعتراف بحقها في إقامة دولتها بحسب تقارير دولية. وبالرغم من أن الولايات المتحدة كانت أول دولة تعترف بإسرائيل كدولة مستقلة في 14 مايو عام 1948 دون موافقة الطرف الآخر نفسه أي فلسطين، إلا أنها وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بالبيت الأبيض ما زالت تقاوم باستمرار أن تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة دون أن يكون ذلك بموافقة إسرائيل التي حتما لن تمنح مباركتها لهذا القرار يوما.
وفي 18 من إبريل الماضي، أي بعد مرور أكثر من 5 أشهر من الحرب على غزة آنذاك، برز الموقف الأمريكي الرافض للاعتراف بالدولة الفلسطينية لأول مرة صراحة داخل أروقة مجلس الأمن عبر استخدام حق الفيتو. وتعقيبا على ذلك، أكد مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي روبرت وود أنه لن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا عبر مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رافضا أي مطالب أممية من شأنها تحقيق ذلك. وود زاد على ذلك بقوله إن الولايات المتحدة ستعارض أي تدابير أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص حل الدولتين، زاعما في الوقت نفسه أن واشنطن لم ترى أن فلسطين قد أثبتت جاهزيتها لكونها دولة. في حقيقة الأمر، فإن واشنطن وقادتها السياسيين لا زالوا يتمسكون بمواقفهم الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالرغم من دور أمريكا الذي يبدو ظاهرا في الوساطة أو تقديم المساعدات أو حتى بعض التصريحات الرافضة لبعض مظاهر الانتهاكات الإسرائيلية، فإن ذلك لم يمنعها من محاولاتها المتعمدة لعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك بحسب ما يؤكده مراقبون للموقف الأمريكي. الأمر بات أكثر وضوحا من خلال تعليق الرئيس الأمريكي على موقف العديد من الدول الأوروبية والغربية التي أعلنت اعترافها بإقامة دولة فلسطين، فضلا عن قرار منح الجمعية العامة بأغلبية الأصوات حق العضوية الكاملة لفلسطين، مكررا أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات وليس باعتراف أطراف منفردة على حد قوله. بايدن وإدارته يؤكدان يوما بعد يوم الرفض التام لأي خطوات دولية للاعتراف بدولة فلسطين، لا سيما القرار الأخير الذي اتخذته كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا، وهو ما يضعنا أمام تساؤل خطر ومهم. إلى ما تهدف واشنطن من رفض أي اعتراف دولي بفلسطين؟ وكيف يمكنها انتزاع اعتراف رسمي من إسرائيل التي ترفض وتسعى لإبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته تماما؟ فماذا يدور في عقل بايدن وكيف ستنتهي الأمور؟ هذا ما سيوضحه قادم الأيام. أفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة ومخيمها، وكان 4 فلسطينيين قد استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاومين من داخل وخارج المدينة ومخيمها منذ صباح الثلاثاء الماضي، إلى 12 شهيدا بينهم 4 أطفال، فضلا عن إصابة أكثر من 25 آخرين. للمزيد تنضم إلينا من رام الله ولاء السلمين مراسلة القاهرة الإخبارية. لأقف معك ولاء عند آخر المستجدات فيما يحدث بعد انسحاب إسرائيل من مدينة جنين ومخيمها، كيف هي الأوضاع الميدانية لديك وآخر الأخبار؟ نعم، أهلا بكم. بعد انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، لربما الأهالي يتفقدون آثار العدوان الذي استمر ليومين كاملين دون أن يكون هناك أي إمدادات للفلسطينيين داخل المخيم أو حتى في مدينة جنين. يتفقدون آثار البنية التحتية التي قال رئيس البلدية ومحافظ جنين أن هناك خسائر في البنية التحتية تقدر ب 30 مليون شيكل، أي 8 مليون دولار أمريكي، ونتحدث عن أيضا الرعب والإرهاب التي قامت به قوات الاحتلال للفلسطينيين سواء للصغار أو حتى الكبار. كان هناك منذ اليوم الأول للعدوان على مخيم جنين ومدينة جنين هناك أطفال في رياض الأطفال في المدارس، بعض الأطفال كما تحدثت تم ارتقاءهم بفعل قوات الاحتلال والقناص الصادف هؤلاء الأطفال. نتحدث عن 4 أطفال من بين 12 شهيدا تودعهم مدينة جنين. من المتوقع أن يتم تشييع جثامين الشهداء عند ظهر هذا اليوم سواء في مدينة جنين في مخيم جنين وأيضا في بلدة اليامون التي ارتقى فيها المعلم علام جرادات، سيتم تشييع مثواهم إلى
مقبرة الشهداء في مدينة جنين، ولربما الآثار الناجمة بالآثار النفسية لدى المواطنين لن تكون يعني بمقدور الفلسطينيين التعافي منها، بسبب أن قوات الاحتلال مارست العدوان من البطش، من رصاص الحي، قنابل الصوت، قنابل الغاز، ومداهمة البيوت، اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين. التحقيقات الميدانية جرى اعتقال لسيدة من عائلة جرار، ولكن كانت الحالة الصحية هي صعبة جدا بسبب أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار عليها. وأيضا نتحدث عن الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم من مخيم جنين على مدار اليومين ولغاية صباح هذا اليوم بعد انسحاب قوات الاحتلال. السيرة التعليمية علقت. لماذا أتى التركيز على مخيم جنين في اليومين الماضيين، وتحت أي ذرائع كان يتحدث المحتل الإسرائيلي؟ سريعا لو سمحتي. ولا نعم، جيش الاحتلال كان قد تحدث في بياناته بأنه يريد استكمال للعملية التي كانت قبل أيام، وهي استهداف بطائرة حربية مقاتلة من الجو إلى منزل مكون من طابقين، استهدف اغتيال القائد في كتيبة جنين من سرايا القدس إسلام خميسة، والآن يستكملون هذه الجولة من الإرهاب الإسرائيلي على المواطنين في مدينة جنين ومخيمها، وهدم منزل الشهيد أحمد بركات، وهو صديق الشهيد إسلام خميسة، والذي كان معه في عمليتين لإطلاق النار على ضد أهداف إسرائيلية، وأيضا قتل فيها مستوطن في إحدى هذه العمليات. ولاء السلمين، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من رام الله، أشكرك جزيل الشكر. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة من التغطية على شاشة القاهرة الإخبارية. على رأس الساعة أيضا تلتقون مع زملائي في استمرار لهذه التغطية لآخر تطورات العدوان على قطاع غزة. دائما الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة، ونلقاكم بخير بأمان الله.